السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مدفع رمضان. نشكر الراعي الذهبي السوق البلدي وفودافون، وأيضا نشكر الراعي الفضي بنك الدوحة وبشت السالم وقطر للسياحة، ونشكر الداعمين لهذا البرنامج اللي مقدمين لنا هذه الهدايا العينية الجميلة اللي إن شاء الله بنوزعها وبنشوف المتسابقين معانا جاهزين ولا لا. جاهزين؟ يلا خلونا نروح على حق مشعل ونرجع لهم. مشعل الكلمة عندك. أولا أمسي عليك يا سلطان، وأمسي أيضا على السادة المشاهدين، ويا هلا ومرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين في الحلقة رقم 16 من برنامجكم الرمضاني مدفع رمضان. 16 يوم وإحنا قاعد نوزع هالجوائز القيمة، بالتأكيد نشكر المتعاونين اللي قدموا هذه الجوائز، وننطركم السادة المشاهدين تيون، وما زلنا قاعد نوزع هذه الجوائز. صحيح أنه مضى أكثر من نصف الشهر، ولكن باقي أيام وبقية جوائز ويانا وننطركم. الحين نتوجه بالصوت والصورة إلى سلطان وضيفه الأول، وأكيد أنهم جاهزين نفس ما سمعت. نعم يا مشعل، ضيوفنا اليوم إن شاء الله، أول شيء الوالدة الله يمسيك بالخير ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. أهلاً وعليكم تبارك. شلون كان رمضان معك؟ شلون أجواء رمضان معاكم والقرنقعو قبل يومين؟ الحمد لله الحمد لله، الله يديم علينا الأمن والإيمان. الحمد لله اللهم لك الحمد. يما إحنا عندنا سؤال وإن شاء الله أنه سهل وإن شاء الله نجب تجاوبين عليه. سؤالنا يقول كم حافر في أرجل البل؟ ما فيها حافر، فيها خف الناقة. صحيح؟ نعم. الله يعطيك الصحة، ألف ألف مبروك، ألف مبروك. الله يجزاك خير. تيم معانا على الستيج ولا تبيني نعطيك جايزة هني؟ اللي ودك تعالي تفضلي. يا مرحبا بك، تفضلي. يا مرحبا بك. تفضلي يمه، تفضلي. ألف مبروك في استماعنا بقيمة 500 ريال نقداً من بنك الدوحة. وفزتي، تفضلي بعد هني شوي لو تقربين يما صوب الجوائز. نعم. وفزتي معانا يما مكيف من السوق البلدي. وفزتي معانا بفطور من فنادق سوق واقف بما انك انت اليوم. تمام؟ وبعد فزتي معانا خلينا نجيب لك هذه. احنا نوديها لك لين هذا المكان تجين تستلمينها يا يمه، ما نتعبك معانا. الله يسلمك، فزتي معانا من مجموعه العواضي شوبان كوافي وموالح. بس قبل لا نروح خلينا نطلع الظرف مال بنك الدوحه، الظرف الاسود اللي فيه 500 ريال. نعم، وهذا السوق البلدي اللي هو قدم لكم المكيف اليوم. الصيف جاي يمه ومكيف جديد، هذا هو من السوق البلدي. يما تروحين عند اخونا عبد الله وتسجلين بياناتك، تفضلي وتستلمين الجائزه. يما عندك شيء من العيال صغار؟ عندي عيال معي. عندك اطفال رجال؟ ابشري بهم والله، ابشري بها والله. هذا بشت مقدم، بشت السالم حق طفلكم عشان يفرح في العيد. الله وجهك، بيض الله وجهك، الله يكتب لك. مشعل الكلمة عندك، تفضل. ألف ألف مبروك لضيفتك يا سلطان، وتستاهل الوالدة على هالجية اللي جات هالسوق واقف، أكيد أنها تستاهل الفوز، نورتنا وتستحق الجوائز إن شاء الله. أما حاليا إحنا ننتقل إلى ضيفنا الأول، وإن شاء الله أنه بيكون الفائز الأول. السؤال يقول إن شاء الله أنه سؤال هين، يقول شيء إحنا ما نشوفه أو شيء احنا نشوفه ونسمعه ولا وهو ما يشوفنا ولا يسمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال ثاني معلش، سؤال ثاني. شيء احنا نشوفه ونسمعه وهو ما يشوفنا ولا يسمعنا. ما فيش اي خيارات؟ ما فيش اي خيارات؟ يا الربع، يا الربع. شيء احنا نشوفه ونسمعه. يا الربع شلون احنا نسمع الميت؟ شلون؟ انزين، اللي بيرفع يده ما راح اخذه، انا راح امر عليكم واحد واحد. اي اي نعم، شيء احنا نشوفه ونسمعه. دقيقه الشيخ، البر. البر، البر احنا. طيب ها، التلفزيون. التلفزيون، تعالي مصيبه. بس انا تلعبسنا قاعد من بعيد اشرت. انزين، تحياها، حيا الله. اي تعالي، حياك الله. ده الشيء. اي نعم، جميل.
تشرفينا باسمك الشيخة، اعطي نشوف الكاميرا. اسمي رميساء. يا هلا بك، ربحتي معانا الشيخة من بنك الدوحة 500 ريال نقدا، وايضا اقامة في فندق دلتا من ماريوت سيتي سنتر، وايضا قسيمة ب 500 ريال من شملان القابض كيوتير، وهدية من مجموعة العوضي شوبان. طبعا هذا هو الكاش من بنك الدوحة، وهذا هو كيس شوبان، تستاهلين، يعطيك العافية. الضيفة الأولى فازت عندي يا سلطان، وطلع اللي احنا ما نشوفه، أو احنا نشوفه ونسمعه، واللي ما يشوفنا ويسمعنا هو التلفزيون. روح عندك سلطان. نعم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة أخرى. أم محمد جاوبت على السؤال الأول، والبل ما لها حوافر، لها خف. سؤالنا الثاني يقول، ما شاء الله عليك أنت بالسنة الماضية معنا، ما شاء الله معروف أشهر واحد أنت. سؤالنا يقول، ما هو الشيء الذي يمتلك الكثير من الأجنحة لكنه لا يطير؟ الفندق. فندق؟ مش عارف. تأكدت؟ أيوة. شكرا لك. شكرا لك على المساعدة. ألف مبروك إجابتك صحيحة. تفضلي. تفضلي. أيوة. ايوه تعالي. عارفين باسمك اختي؟ اسمي نسايم عباس من السودان. يا هلا ومرحبا فيك نسايم. فزتي معانا بمبلغ بقيمه 500 ريال مقدم من بنك الدوحه. شوفه هذا مبلغ مقدم من بنك الدوحة بقيمة 500 ريال، وفزتي معانا بفطور مقدم من مطعم بالهمبار، وقسيمة بقيمة 500 ريال من شملان القابضة كيو تاير، وفزتي معانا بكوافي عشان تقدرين طالعين السني عندنا في قناة الريان. نعم. ها تفضلي هذه، تفضلي هذه الهدية. طبعا الممثل محمد سني ممثل سوداني، ممثل جميل، يقدم مع اخواننا في قهوة الطيبين مسلسل جميل، محتاجين هاي عشان تتابعينه. العافيه عفوا. وايضا فزتي معانا بشت السالم للطفل اللي عندك ان شاء الله. تفضلي. يلا امسكي هالهديه. ايوه تعالي تعالي، شوفي 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 الكاميرا معاي. قولي 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 باي باي. قولي يا ماما باي. الله يحفظها، الف مبروك. تفضلي هذا الظرف. مشاهدينا الكرام، ننتقل الى زميلنا مشعل. مشعل كلمه عندك. شكرا سلطان، وتستاهل ضيفتك. ونعم اعزائي المشاهدين، عدنا لكم مجددا مع ضيف جديد. شرفنا باسمك. مرحبا ابو احمد. انا اسم خليل. ابو احمد، ابو احمد امس انت جاوبت بس ما كان عندك المايك، ان شاء الله بجاوب اليوم ان شاء الله يا رب. اقول لك سته وابوهم السابع. سته وابوهم السابع، ايام الاسبوع. ايام الاسبوع، الف الف مبروك. تعال انت ما شاء الله عليك تجاوب بسرعه. حتى اللي فاتت كنت عارفها بس ما اعطتنا المايك. رزقك اليوم. الحمد لله اليوم رزقك، وان شاء الله ان الجواز اليوم مكتوبه لك احسن من امس. انزين يقول لك خير ان شاء الله. ان شاء الله يقول لك عندك بقيمه 500 ريال من مجموعه الشاهين جائزه، وعندك سحور من فنادق سوق واقف، وايضا هديه من مجموعه العوضي شوبان، وساعه من فيرساي، وعندك ايضا بشت السالم. تستاهل تستاهل تستاهل. الله خير. هذا كيس شوبان. الله يحفظكم يا رب. الله يديم قطر. وهذا ايضا هذه الساعة تتكشخ فيها حق التراويح، ويبارك في ويبارك في ولي الأمر، ويبارك في ويبارك في الأمير، ويبارك في أهل قطر وشعب قطر الطيب المضياف. جزاكم الله خير. دقيقة دقيقة بيش تسالم. إيه تفضل. أكرمكم الله. يعطيك العافية. الله يحفظكم يا رب. الله يبارك في عمرك. الله يحفظكم. سؤال سريع خفيف على طول خلص عليه. من أمس هو قاعد ما شاء الله عليه قاعد يجهز. يستاهل. حاليا نتوجه في صوت الصورة إلى سلطان. نعم زميلي مشعل شكرا لك، وان شاء الله ان الكل معانا فايز. قرب لي يا ابراهيم، قرب لي يا ابراهيم. سؤالنا يقول، ما هو الغلاف الذي ليس في شلون في كتاب؟ اوكي
ما هو الغلاف الذي ليس في كتاب؟ الغلاف الجوي. الغلاف الجوي نحن جوي. الغلاف الجوي. احنا عندنا مسابقة نقول شو نقول؟ نقول ليش مو بغلاف كتاب؟ لأني عم تقول ما له غلاف. ألف مبروك، عارفينها باسمك؟ أم ريماس. ريماس والله ونعم، تعالي أنت وريماس وتعالوا كل تعالوا حياكم. صبروا صبروا خلونا نبطل لكم هذا. تفضل. أيوه. أيوه تفضل. تعالي خلي خلي بنرجع له مرة ثانية، تعالي بنرجع له مرة ثانية. نرجع له مرة ثانية وبتاخذين الهدية مالتش اللي يوزعونها هني اخواننا في سوق واقف الله يعطيهم الصحة. ولا عرفنا بس العافية عبد الحداد. والله نعم يا عبد الحداد، ألف مبروك. فزت معانا بفطور من فنادق سوق الوكرة، وفزت معانا بغسيمة بقيمة من فندق سوق الوكرة عفوا قسيمة 500 ريال من مجموعة الشاهين، وفزت معانا بهدية من مجموعة العوضي شوبان. تقدري تشلي الكافي؟ ريماس تقدري تشلي الكافي اللي هناك؟ روحي شلي. ايوه ايوه شلي ايوه ايوه تعالي عندي ايوه. هذه احلى دعايه حق شوبان، شوفي ها شوفي هذه هي الهديه. وانت بعد لازم تشلين، بس لازم احنا بنعطيك بشت الحين زين. فزتوا معانا بعد ايضا حق اذا عندكم الطفل او ابن عندكم فزتوا معاه او لك انت ايضا بشت مقدم من بشت السالم. تمام، ألف ألف مبروك. ونتمنى لكم إفطارا شهيا واستمتعوا بالأجواء الرمضانية. ألف مبروك. الله يعطيك العافية. تعالي أنت عندي، شوفي هالكاميرا وقولي لا قولي هذا ما لدينا، قولي هذا ما لدينا، قولي قولي مشعل كلمة عندك. ها هذا ما لدينا. أيوة قولي هذا ما لدينا. ايه الكلمه عندي، الله يحفظها يا رب حق والدينا. عدنا مجددا الساده المشاهدين حق الضيف والمتسابق الثالث، وطبعا السؤال هالمره شوي صعب، اصعب من اللي راحوا كلهم، فشكله في واحد بيضحي اليوم. حلو ان شاء الله. زين ان شاء الله نبدا وياك. احنا 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 بنجيكم كلكم، انا متاكد ان هالسؤال بيمر عليكم كلكم. السؤال يقول جبل من شحم فما هو؟ جبل من الشحم. أنا أعرف. زين تونا. أنا أعرف. سنام الجمل. أشكره. إيه سنام الجمل. أنت ما كنت تدري صح؟ أيوه. من اللي ساعدك؟ تعال حياك الله. حياك. دقيقة. خلنا نبطل. نصيبة. ايوه يا الربع حد. اوكي ممتاز. شو اسمك الشيخ؟ حزين احمد. حزين احمد، حزين. فزت ويانا سحور من مطعم سماط، وايضا قسيمه ب 500 ريال من مجموعه الشاهان، وقسيمه 500 ريال شبلان القابضه كيوتير، وهديه من مجموعه العوضي شوبان طبعا، وايضا مجموعه الشاهين عفوا. فتستاهل، يعطيك العافيه. وهذه هي الجوائز، وهذا ايضا كيس شوبان. شفت الرزق شلون يجيك من بعيد من ورا الكاميرا؟ من ورا الكاميرا. شكرا جزيلا. شكرا. الله يعطيك العافيه. شكرا، يستاهل الوالد. وبالتاكيد نتوجه الان بصوت الصوره الى سلطان. الكلمه عندك. نعم زميلي مشعل، سؤالنا صعب ويقول والله نفس الاسئله الثانيه، بس خلونا نشوف. انا ابن الماء فإن تركوني فيه أموت. ثلج. ثلج. عرفك إنه هو مصنوع من المية، ولو دخل المية بيموت. ألف مبروك. ألف مبروك، إجابتك صحيحة. فزتي معانا بقسيمة مقدمة من مجموعة شاهين بقيمة 500 ريال، وفزتي بعد بقسيمة بقيمة 500 ريال من شملان القابضة، وفزتي معانا بهدية من مجموعة العوضي شوبان، وفزتي بعد معانا بهدية من الجزيرة للعطور. بطلي ألف مبروك، بس تروحي تسجلين بياناتك عشان تستلمين الهدايا من عندهم. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى زميلنا مشعل. مشعل كل ما عندك بسرعة. يا هلا مرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين، عدنا مجددا مع سؤال جديد، والسؤال إن شاء الله أنه يكون سهل. السؤال يقول
الشيء الذي تكون بدايته في العين ولكن نهايته لي. اي بدايته في العين ونهايته لي. يلا شلون انت شجاع وتجاوب. ها الاكل الاكل. بدايته في العين ونهايته لي. انت صوره 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 صورتك انت. عيني كاميرا كاميرا كاميرا. لا نهايته ايه؟ نهايته ايه؟ معه. طيب انا اساعدكم شوي. هو 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 تقريبا اسم بدايته في العين. ها لا انت انت عيني عندك اسم. سؤالي سؤالي من السؤال يقول زين اساعدكم 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 زين ثواني. يقول لك بدايته بالعين ونهايته لي وهو اسم. سمع ربنا لا لا اسم يا الربع. والله ما ودي ان احد يكون خسران. ابي احد يجاوب. هو اسم بدايته في العين ونهايته لي. علياء. يا يبا قرب قرب. علي علي علي. ايوه علي. اياك تعال. علي علي والله قلنا له. والله انت قلت علياء. والله هي شرفنا باسمك. بكري ابو بكر. ايوه نعم. انزين ربحت معانا سحور بمطعم سمات ومجموعة الشاهين 500 ريال وهدية من الجزيرة للعطور وايضا هدية من مجموعة العوضي شوبان وبشت السالم. ما شاء الله شكرا جزاك الله خير. انزين تفضل. شكرا. هذا شوبان وهذا ايضا بشت السالم وهذه الجزيرة للعطور. شكرا تستاهل. شكرا شكرا جزاكم الله خير. يا سلطان عندنا ان شاء الله شايف الجمهور وشايف الحماس وشايف الدنيا. والله احنا ادري لكن انا والله اني سمعت المايك من عندهم صحيح. وان شاء الله انا رزقتك بكره ولا تزعلين ولا تزعلين جاوبي بالسلامه. فناس ما تشوف الاجواء عندي صراحه جميله والتنافس جميل. وطبعا دائما اذكر المتسابقين اللي عندي ان الجمال في التنافس مش في الجوائز. وحاليا نتوجه بالصوت الصوره الى زميله سلطان. نعم مشعل شكرا لك يا مشعل. أجواء جميلة ما باقي إلا دقيقة تقريبا ويثور المدفع وثواني ويثور المدفع. صراحة نشكر الداعمين اللي يقدمون لنا هذه الهدايا الحلوة ونشوف الفرحة ونشوف المشاركة من الجميع اللي جايين هنا اليوم. شفنا وجوه جديدة شفنا ناس جات وشاركت معانا وفازت. شفنا ناس اليوم شاركت معانا قدها مشاركة معانا من قبل لكنها ما فازت لكن اليوم فازت الحمد لله. مشعل صراحة نشكرك على هذه الأجواء الجميلة اللي قاعد تقدمها. يعني أجواء جدا جدا جميلة. كل عليكم بكرة تيون يبتدي البرنامج من الساعة 5:30 إلى ما يثور المدفع. مشاهدينا الكرام إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج مدفع رمضان. نتمنى لكم إفطارا شهيا فما الله. Mm-hmm.